أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم أمين. إن شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نتحطوا على أفضل وأكبر 10 قنوات تونسية على اليوتيوب من حيث المشتركين في هذه الفقرة الجديدة واللي هي توب 10 يوتيوب. ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ويوصلكم كل جديد يخص العمل والربح من انترنت من قناة عالم أمين. كذلك محتوى مختلف ومتنوع قاعدين ننشره بين الفترة والأخرى. الآن نتوجه إلى موقع سوشيال بلاد واللي هو موقع يقدم لنا احصائيات وارقام لجميع مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا اليوتيوب التيك توك الانستغرام والفيسبوك. تقدروا تشوفوا هذا الموقع وتتعرفوا عليه اكثر. الان باش نشاهدوا اكبر 10 قنوات تونسيه على اليوتيوب، ونبداو بالقناه العاشرة واللي هي مروان نوردو اللي هو ارتست ورابر تونسي معروف. في قناته زوز ملايين و 250 الف متابع ومشترك. بالنسبة للقناة التاسعة واللي هي أكلاي كذلك رابر وارتيست معروف، المشتركين زوز ملايين وثلاثمائة ألف أبوني. أما بالنسبة للقناة الثامنة واللي هي جابر شورتس، تقريب يعمل رياكسيون على الفيديوهات المشهورة واللي عاملة ترند واللي تعمل في ضجة، هو يعمل رياكسيون خفيفة ظريفة ويهبط بشورت. تقريب زوز ملايين وخمسمائة وعشرين ألف أبوني. يعني أنا شخصياً تو باش عرفت القناة من خلال متابعتي لأفضل 10 قنوات. أما بالقناة السابعة واللي هو سانفارا كذلك رابر وارتيست معروف، تقريب ثم اكتساح للرابر في هذه القائمة. بالنسبة لسانفارا 3 ملايين ومئتين وثمانين ألف أبوني. كذلك في القناة السادسة واللي هي سمرة ولات حومة تقريبا ومشتركين في هذه القائمة، سمارة تقريب 3 ملايين وخمسمائة واربعين ألف أبوني. أما بالنسبة للقناة الخامسة واللي هي علي تي جي تي في، هو يعمل في فلوغ وتحديات، يمشي للخليج ويجي لتونس، لكن هي قناة تونسية معروف علي، نعرفه في السابق، تعرفت عليه في برنامج 360 درجة. قناته معروفة جدا واللي هو المشتركين 4 ملايين و 310 ألف كما قاعدين تلاحظوا أصدقائي. الآن ندخلوا للقناة الرابعة في هذا الترتيب واللي هي قناة التاسعة، 4 ملايين و 560 ألف مشترك. ونصلوا إلى القناة الثالثة والثانية والأولى، يعني التوب 3. القناة الثالثة واللي هي This is Balti، بالتي معناتها الارتيست المعروف برشا في تونس والعالم العربي وحتى العالم، لأنه مع أغنية ليلي أكيد عملت مليار مشاهدة. كما قاعدين تلاحظوا أصدقائي المشتركين 6 ملايين و 640 ألف مشترك، رقم كبير لبالتي. أما بالنسبة للقناة الثانية واللي هي الحوار التونسي، 7 ملايين و 530 ألف متابع ومشترك. والقناة الأولى في تونس من حيث المشتركين واللي هي بينال، 7 ملايين و 900 ألف مشترك ومتابع. بالنسبة لبينال يلعب فري فاير ويهبط دي فيديو ومعروف برشا في محتوى الجيمينج، رقم كبير ورقم قياسي لقناة جيمينج، وعنده تقريب شهرين ولا ثلاثة شهور ما ينشر حتى فيديو على ما أظن، تفرغ للستريمينج في يمكن نيمو يمكن تروفو، والله ما نعرفش الآن هو وين موجود. لكن بالنسبة أكبر قناة تونسية من حيث المشتركين واللي هي قناة بينال، على ما أظن هو صفاقسي، مشرف الصفاقسية ومشرف تونس الكل. إن شاء الله نلتقي في توب 10 أخرى في اليوتيوب وكذلك على تيك توك والفيسبوك، تو نحاول نتحدث على العديد من صناع المحتوى وكذلك في بلدان مختلفة، يعني مش في تونس فقط، نحاول نتحدث على توب 10 متاع الجزائر متاع المغرب متاع مصر متاع ليبيا متاع العالم الكل إن شاء الله. وخليونا مقترحاتكم في التعليقات. بالتوفيق للجميع وإن شاء الله قنواتكم تصبح مليونية مثل هذه القنوات، هما يعني ناس اشتغلوا واجتهدوا ووصلوا إلى هذه الأرقام، علاش لا أنت ما تكونش كيفهم، وبالعمل والمثابرة والاستمرار تقدر توصل وين تحب. إلى اللقاء وبالتوفيق للجميع.